اعزائي اهلا بيكم في حلقه جديده. كالعاده برضه قبل اي حاجه بشكركم على الدعم المتواصل للقناه، متشكرين والله يا شباب. امبارح كده يا معلم عملت تصويت عن فيديو النهارده، قلت لكم كده يا معلم نعمل فيديو عن عمر خربين ولا سلطان الغنام. لقيت يعني كده 75% من التصويت رايح لعمر خربين، يعني قلنا بقى نعمله الحلقه عشان يعني بصراحه كده في ناس كتير طلبته مني. يا جماعه برضه انا عارف ان عمر خربين لعب في انديه كتير، فيعني يا جماعه فيديو النهارده فترته هو في نادي الهلال، فيعني خلينا يا معلم نخش الفيديو سريعا. بس طبعا قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك، يعني انزل كده في السريع اعملوا لايك على طول. طبعا ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا يا معلم. يلا يا عم عمر خربين. اين خربين؟ يا عين عليك يا سالم. لا 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 لا, لا. هو اللي جاب الجون ده، هو اللي جاب الجون. بس هو سالم، بص برضو سالم، يا عيني عليك يا سالم. بص عمر خربين برضو الهيد حطها حلو، كان واقف صح. عمر عمر عمر. لا 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 لا. يا لعيب يا لعيب يا عاقل. يا جماعة انا عارف عمر خربين كان بيلعب عندنا، لو فوف لو على اسيست. الاسيست ده الاسيست ده الاسيست اللي فات ده، ايه ده؟ مين ده؟ مين اللي عمل اسيست ده؟ وبص هو متابع، هو متابع، هو متابع عمر خربين برضو. يا لا يا عيني يا عاقل يا عاقل. مهاجم عاقل يا جماعه. انا عارف ان هو جه لعب فتره كده عندنا في بيراميدز هنا في مصر، بس ما كانتش احسن حاجه ليه. عبد الله عطيف، يا عيني عليك يا عيني عليك يا عطيف. الحق. بص هو طالع منين، بص عمر خربين طالع منين. بص بص طالع منين قدام النصر برضه. هو ايه جايب جولين في الماتش؟ لا 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 استاذ، بيشوط بدماغه مش بيلعب بدماغه، ده بيشوط بيها بيشوط بيها. بص واقف فين يا جدعان؟ بص التمركز برضه. ايه ده هو جاب 3 اجوان؟ لا لا ما حدش يقول ان هو جاب 3 اجوان. خربين خربين. لا 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 الجون ده، الحق الجون بتاع النصر، الجون بتاع النصر واقف غلط اصلا. الحق الشلهوب الشلهوب. وخربين هو ايه؟ هو كيف يجيب جون في النصر؟ كيف يجيب جون في النصر ولا ايه؟ فهموني بس. لابس ميداليه في التعاون. يا عيني يا عيني عليك يا سالم يا عيني. لا هداف هداف. انا سمعت يا جماعه ان هو برده كان واخد احسن لاعب في اسيا 2017، مش عارف الكلام ده صح ولا ايه نظام. عمر خربين هداف. بس برضو يعني كانت في مصيبه معاه هنا في بيراميدز، كان بيضيع جوان سهل قوي يا جدعان، كان بيجيب جوان صعبه ويضيع جوان سهله. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني عليك يا بريك، يا عيني عليك يا بريك. بص 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 بص. لا 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 هداف، لعيب هداف بجد. النجاري بياخد تمركزات صح، ودي حاجه حلوه فيه بصراحه. بس يعني كويس كويس قوي ان هو خد باله من اوفسايد، يعني كويس ان هو خد باله ان هو كان اوفسايد، فدي حاجه تحسب له كمهاجم يعني. يعني كده كان في الاول وفي الاخر الهلال مش هيجيب ناس تعبانه يعني، فخلينا واقعيين. يا عيني عليك. اوف 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 اوف. بص بص رايحه له الكوره، بتحبه والله الكوره بتحبه، الكرة بتحبه. يا عيني عليك يا سلمان وعلى الاوفر بتاعك. اوف اوف اوف. جون دخل في اللاعب ايه؟ دخل في ادواردو. ها لا يا سلمان، يا عيني عليك يا سلمان. بوم خلاص الكرة بتحب الكرة حار عشان هو يجيب جون يعني. خربين سالم سالم. يا عيني على الاسيست، حسب له اسيست.
حسب له اسيست. خربين يا عيني، واحد يا عيني عليك يا سالم، يا عيني عليك يا سالم. سالم ما بيهزرش يا جدعان. خربين ادواردو، ادواردو جول، ادواردو في التسعين، ادواردو فين، ادواردو فين في النصر. يا عيني عليك يا عيني على الاسيست يا عيني. اوف اوف يا نواف، نواف نواف ده لعب اسيست ده نواف. روح على العرضه. خربين خربين لم في وسط خمسه سته سبعه قدام الاتفاق. تعالى يا معلم، هي كرة بتحبه، كرة كرة لما تحبها خلاص هتمشي معاك. ايه ما اقولكش يا عيني عليه. ايه يا جدعان ده؟ ده اللي مضيع جون غريب قدام الاتفاق. يا عيني عليك يا عمر. صدى حلوه. ده عيني على الاسيست يا عيني، يا عيني الحق. خربين مين ده؟ اول خربين الحق الحق لا بصحة. سالم ايه يا جدعان ده؟ عمر جدعان العيال بتضيع اجوان غريبة بجد. انا بشوف العيال بتاعت الجوان بتضيع كمية، لعيبة العيال بتضيع كمية اجوان غريبة. ارتو ارتو جون هي. يا عيني يا عيني على الاسيست. لا 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 سالم. ايه يا عم سالم، يا عم سالم بقول لك اللمسه الاخيره، اللمسه الاخيره الفينش. تحت ارتو تحت، حطها في جسم، في جسم الجون، سايب الجون كله وحطها في جسم الجون. يا عيني عليك يا نواف يا عيني. لا 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 ده لعيبه الهلب ده جوان غريبه والله. خربين هيحط جسمه، حط جسمه صح. نواف نواف يا جماعه، نواف العابد بصراحه لعيب محترم، لعيب محترم. انا هيجيلي شلل، شلل من الاجوان اللي بتضيع بصراحه. انا مش عارف الاجوان دي بتضيع ازاي يا جدعان، يعني مش عارف. عمر 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 في النصر. نواف يا عيني عليك يا نواف. لا هو على الاجوان اللي بيضيعوها يا جدعان، بقول لك ما هي دي المشكله عنده. اوف 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 الحق. بص سلمان، بص سلمان البريك. يا عيني هيلحقها قبل الجول. بص بص لحد، بص لحد. لا 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 الحق. مين ده؟ مين اللي ضيعها ده؟ جدعان الهلال بيضيع اجوان غريبه بجد، بيضيع اجوان يعني تعصب الواحد. ده الله يكون في عون الجماهير بصراحه، يا الله يكون في عونهم يعني. انا مش عارف اقول ايه. حط جون بقى، حط جون. ليه تاني؟ ليه؟ ليه؟ يا عيني عليك على اللي عمل اسيست الشلهوب. يعني دي اللي عايزه تهويشه بتشوطها. ده هو الواد اصلا داخل يتهوش لوحده. بص بص الواد اصلا المدافع داخل يترقص لوحده. بص لو وقفت هو خلاص. ادواردو نعم نعم. يا جدعان الاجوان اللي بيضيعوها دي. لا لا انا بقول بقى يعني كفايه كده بصراحه، يعني كفايه كده علشان ايه؟ انا هتعب، هتعب نفسيا. كفايه كده بس بقى يا معلم كده، تبقى الحلقه خلصت. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. واشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.